ما رأي سيادتكم في هذا الأمر؟ إصلاح جامع الدول العربية، هل من خلال وضع ميثاق جديد يواكب الوضع العربي الراهن على أساس ما وضع في زمن قديم، يعني سنة صياغته 44 وبدأ سنة 45، أم أن الأمر يتجاوز مجرد ميثاق، فهو يعني الهدف يكون أسمى من الميثاق وهو تشبيك المصالح العربية المشتركة بدل من تضاربها؟ طيب. شكرا. دعونا نستمع إلى سؤال آخر أيضا في هذا المحور حتى تتمكن من الإجابة ربما على عدة نقاط. تفضل. ما المانع من إنشاء كيان آخر يستند إلى مشاركة المواطن العربي ولنسميه البرلمان العربي، يتم انتخاب برلمانيين من المواطنين العرب لاتخاذ قرارات وليس وكل التحية لجميع منظمات التي تشملها الجماعة العربية والتي تحتوي على دبلوماسيين ومتخصصين رائعين تتحطم عند الإرادة السياسية أو كما سماها هنري كيسنجر عمود الخيمة. طيب شكرا لك. سأطلب من الجميع أن نلتزم بأسئلة وجيزة حتى نتمكن من التطرق إلى عدة مواضيع. دكتور نبيل عربي، عدة نقاط طرحت الآن. أنا أشكركم على هذه الأسئلة للدليل على الأقل أنكم قرأتوا كويس. في 4 نقاط أثيرت، لكن قبلها كلمة عامة وبسرعة، وهو أنه النظام الدولي المعاصر هو ميثاق الأمم المتحدة، هو اللي ينظم كل شيء، هو كل الدول فيه ومنصوص عليه صراحة أن الالتزامات النابعة منه تسمو على جميع الالتزامات الأخرى. ده الوضع الدولي المعاصر لازم يكون فاهمينه أولا. وفي هذا النظام كما ذكرت هناك مجلس الأمن له سلطات لا نهاية لها، غير مسبوقة وغير محدودة، وتؤدي أحيانا إلى ازدواجية المعايير فعلا. لكن بالرغم من ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تنفذ. هناك أنا بدأت في البداية ذكرت هذا، أن الوضع الحالي أن القرارات لو عملنا استثنائين، مجلس الأمن لما يفرض بالقوة والاتحاد الأوروبي بين أعضائه لأنها بتنقلب إلى قوانين، كل المنظمات الدولية أو المنظمات الإقليمية الموجودة في العالم قراراتها خضع لرضاء الأطراف، حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هي أعلى جهاز في الأمم المتحدة، أعلى من مجلس الأمن، لأنه بيقدم تقارير للجمعية العامة، يمكن هو أقوى، لكن هو تبقى يقدم زي ما تقول الحكومة ومجلس الشعب، الحكومة الأقوى بس الحكومة بتقدم تقاريرها لمجلس الشعب. قرارات الجمعية العامة لا تنفذ. يعني أنا أقدر أقول لك إن في قرارات بتصدر، قرار عودة اللاجئين، قرار 194 يصدر من عام 48 ولم ينفذ حتى الآن، وهناك قرارات كثيرة جدا لا تنفذ. فهذه ظاهرة في المجتمع الدولي في بداية القرن 21، ما هيش حاجة خاصة بجامعة الدول العربية الوحدة، كل المنظمات كده النهاردة. فيما يتعلق باتفاقية الدفاع المشترك، ده فعلا ده أحد الاتفاقيات التي لم تنفذ. كذلك هناك ميثاق الأمم المتحدة بيقول، وفي مجلس الأمن بيقول صراحة عندما يكون هناك عدوان على مجلس الأمن أن يتخذ الإجراءات للردع هذا العدوان، لا يرضع عدوان. ليه؟ لأن في تصويت، في تدخل من الدول. عفوا دكتور، لكن المقارنة مع الأمم المتحدة بالتأكيد توجد أسباب كثيرة للحديث عن عجز الأمم المتحدة عن اتخاذ قرارات حاسمة في بعض الأحيان. ماذا عن المقارنة بمنظمات دولية أخرى تبدو أكثر نجاحا كالاتحاد الأوروبي على سبيل المثال وطرحت؟ الاتحاد الأوروبي مختلف، إن الدول عندما تقرر شيء ويقبل يعني يصدر القرار تبقى لقوانينهم بتطبق، بتبقى قوانين داخلية. ليس لدينا هذا في كل، حتى الأمم المتحدة، حتى الاتحاد الإفريقي، حتى منظمة الدول الأمريكية. ربما هذا هو السؤال، هل هناك مجال لتطوير الميثاق بحيث يلزم الدول باتباع القرارات التي؟ أنا أرجو وأطمع في هذا، لكن أنا عندي شكوك، لازم واحد يكون عملي في حاجة في أمور معينة. فيما يتعلق بميثاق جديد، أنا بكل صراحة لا أميل لذلك، لأن يمكن ينفرط العقد.